يا جماعة تحية الأستاذ محمد رمضان اللي معنا، وتحية للأستاذ هشام. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب، قالت يا ولدي لا تحزن، قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، فالحب عليك هو المكتوب. قد مات شهيدا يا ولدي، قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب، من مات فداء للمحبوب. بحياتك يا ولدي امرأتي عيناها سبحان المعبود، فهو مرسوم كالعنقود، ضحكت بها انغام وورود، هو الشعر البدري المجنون يسافر في كل الدنيا. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود، لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود، فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصرك.
حضرتها من يطلب يدها من يدنو من سور حديقتها من حاول قتل ضمائها من حاول قتل ضمائها يا ولدي مقتول مقتول وانتبهنا بعدما زال الرحيل وافقنا ليت انا لا يقظكم صاحب باحلام الكرم وتولى الليل والليل صديق. انا بشكر من كل قلبي الفنان الجميل الرائع الجميل الآلام الإنسانية العازف الأوركسترا الأستاذ محمد وجزيل الشكر جزيل الشكر جزيل الشكر للقطبين الرائعين جدا في أناروا سيدنا الأستاذ الإعلامي العالم والشاعر الكبير ناصر دويدار والإعلامي العالم والمدير والشاعر الكبير الأستاذ جابر بسوني والشكر خصوصي جدا جدا لأختي يعني رفيقة الدرب الأستاذة غادة صلاح الدين ومش عايز أسيبكم إلا لما أقول والله القاعة كانت مليانة شعراء وكان نفسي نقول شعر مع بعض لا لكن أنا عايز أقول لكم يا جماعة عندنا أمسية يوم 31/5 احتفال بعيد ميلاد الإذاعة 88 بعنوان مساهمة الإذاعة المصرية في النهوض للسوق الأدبي والفني وهيكون ضيف المنصة أستاذنا زينب البدوي مع مفاجأة هنعلن عنها في هنا برضه هنا برضه يوم الثلاث 31/5 اشكركم جميعا والى الصوره الجماعيه لكن قبل الصوره انا بشكر الاستاذ تامر المجرامي لانه نورنا ونور كلنا